الذهب الذي اشتراه الرجل للخطبة بعد الزواج يكون ملك الذي اشتراه الرجل للخطبة بعد الزواج. كيف للخطبة بعد الزواج؟ مش فاهم. الذهب الذي اشتراه الرجل للخطبة بعد الزواج يكون ملك الزوج أو ملك الزوجة؟ ما هو ملك الزوجة لأنه من صداقها، وإذا قلت أدنى الأحوال أنه هدية فالرجف في هبتي كالكلب يرجف في قيئه.